أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يسأل الله بسورة الإخلاص فيقول: اللهم إني أسألك بسورة الإخلاص؟ توسل بالقرآن جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، لأنه كلام الله، ويجوز التوسل إلى الله بصفة من صفاته جل وعلا، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله لأنه أرحم الراحمين، فيجوز التوسل إلى الله بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالقرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز التوسل به: أسألك بالقرآن أو بالسورة الفلانية أن تغفر لي، أو أسألك بكلامك الذي أنزلته على نبيك، أتوسل إليك بكلامك الذي أنزلته على نبيك أن تغفر لي، أن تشفيني، لا بأس بذلك. إنما الممنوع التوسل إلى الله بالمخلوق، كأن تقول أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا هو الممنوع.